ريزان فوز مهم أمام الجريح رائد القبة ليزيد من متاعبه وبثنائية دون رد، رغم أن السريع لم يكن سريعا في فتح باب التسجيل، فبعد 45 دقيقة الأولى لم تكن في مستوى وسمعة الفريقين. الشوط الثاني كان الأحسن بعد تغييرات المدربين، والبداية بتسديدة هلال التي ردها شويح بصعوبة ليتواصل ضغط أبناء بلجلالي، لكن اللمسة الأخيرة كانت غائبة. أما القبة كادت ومن أول فرصة في اللقاء عن طريق رضا من فتح باب التسجيل لولا يقظة الحارس بلعان. ليأتي الخبر السعيد لأنصار الأخضر والأبيض في الدقيقة 70، ومن ركنية أخذ ورد داخل منطقة الجزاء، الكرة تصل إلى زيدان يضعها في الشباك. غيليزان واصلت الضغط على مرمى شويح، ضغط كلف الدفاع ارتكاب خطأ فادح استغله شادلي ممضيا الثاني. هدف عقد من مأمورية الرائد الذي واصل تضييع النقاط، ومن أصل 11 لقاء لم يذق طعم الفوز، فيما يرتقي سريع غيليزان إلى وسط الترتيب بعدما وصل إلى النقطة 15.